يمكن الثلاث اشهر اللي فاتوا كنا شغالين تقريبا 3 ايام في الاسبوع صبح بعد الظهر. لعبنا الماتشات الدور التمهيدي والدور 16، الحمد لله كسبنا كل الماتشات كلها. نيجي بقى في المهم اللي هو دور النهائي، لو دور النهائي سواء 8 فرق دوري رايح جاي، هنبتدي ان شاء الله يوم السبت مع نادي الطيران في اتحاد الشرطه ان شاء الله. الفرقه الحمد لله مستعده واقفه على رجلها كويس قوي بدني ومهاري، وفي حماس كبير جدا بين اللاعبين، وان شاء الله نقدر نرجع الدوري تاني للنادي الاهلي. بالنسبه للاصابات عندنا احمد عبد العال اللي جاله شد بس خفيف كده في الاماميه، العضله الاماميه، الباقي كله الحمد لله سليم، وان شاء الله الاولاد يقدروا يعملوا دوري كويس وموسم كويس يعني ان شاء الله. انا حاطط برنامج مع المخطط الاحمال بتاعي طول الموسم، كان شامل طبعا بطوله افريقيا وفي ميعادها ان شاء الله. طبعا انا مقدمين ان شاء الله لمجلس الاداره معسكر مغلق خارجي، اذا تم الموافقه عليه ان شاء الله هيتم تقريبا في 12/3 ان شاء الله. بدنيا زي ما قلت لك الفرقه واقفه الحمد لله على رجليها جدا، بس انا لو سمحتوا لي طبعا انا ما بفكرش خالص دلوقتي في ماتشات افريقيا نهائي، انا كل همي دلوقتي الماتشات الجايه في الدوري، لان الدوري مهم جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وبالنسبه لي انا شخصيا بالنسبه للعيبه، دي اهم حاجه عندي دلوقتي. انا ما بفكرش خالص دلوقتي في افريقيا ولا اللي هيحصل في افريقيا، لان عندي مهمه وعند الولاد دول مهمه قويه جدا، ان هو استعاده الدوري العام. والله ساعة أول حاجة أنا نحب نهني النادي الأهلي بكأس السوبر، وإن شاء الله يا رب تكون فتحت خير. 2018 بديناها بالتتويجات، إن شاء الله كما بديناها في القدم نكملوها في الفولي يا رب وكامل الألعاب. ثاني حاجة صحيح بدينا التحضيرات وتحضيرات يعني بدات جدية على الآخر، تعرف المباريات الكل اللي باش نلعبوهم يعني بالنسبة للفريق أنهم مباريات كأس، كلنا حاسين بالمسؤولية. في عندنا يعني الطرف الأول ذهاب إن شاء الله يا رب نخلصوه في أحسن ما يرام، وبعدين يعني بتعرف إن شاء الله بنحضر البطولة الإفريقية، إن شاء الله يا رب تكون سنة تتويجات لنا، وعشان بصراحة يعني الفريق كويس على الآخر، حلو يعني فريق قوي، وإن شاء الله يا رب نحقق اللي جينا عليه إن شاء الله. أكيد انسجمت معهم على خاطر قبل ما نبدأ نلعب يعني معظم اللاعبين نعرفهم في المنتخب، فهم لاعبين ضد بعض، الحمد لله يا ربي ما لقيت حتى صعوبات معناتها في الاندماج مع المجموعة، يعني ما حسيتش روحي غريب على النادي، حسيت روحي ابن النادي الحمد لله يا ربي، بحترم الناس الكل والناس الكل تحترمني، ودي الأهم ممكن اللي خلاني ارتحت وانسجمت بسرعة. نادي الأهلي يعني نادي بصراحة كبير، يعني شعبيته كبيرة على الآخر، وعنده تاريخ كبير يعني حد ما ينكر ذي. طبعا ان شاء الله احنا مستعدين على اكمل وجه باذن رب العالمين. طبعا منافسه على بطوله الدوري صعبه، طبعا عندنا 8 فرق محترمين طبعا تساعدوا معانا ادوار نهائيه، ربنا يسهل ان شاء الله. الرجاله يعني مجتهدين ومركزين من اول الدوره ان شاء الله، وربنا يسهل باذن رب العالمين وتبقى فاتحه خلالنا ان شاء الله الفوز ببطوله الدوري قبل ما نخش على بطوله افريقيا باذن الله. طبعا النادي الاهلي طبعا احنا لازم نكون رقم واحد في كل حاجه، طبعا داخلين كل البطولات اللي احنا لازم نكسبها باذن الله. طبعا بطوله افريقيا ليها سؤال خاص، بس اهم حاجه الاول احنا مركزين في بطوله الدوري في الدور الاولاني دوت، لازم نعدي ان شاء الله على خير باذن الله، وربنا يسهل ان شاء الله نخش على بطوله افريقيا. طبعا ليها سعادات تاني عشان ان شاء الله البطوله زي ما انت عارف ان شاء الله عندنا في الصاله هنا، نتمنى ان شاء الله طبعا الجمهور يبقى موجود في الصاله كلها، وان شاء الله ربنا يكرم وتبقى فتحت خلالنا ان شاء الله رب العالمين. زي ما قلت لك النادي الاهلي لازم ابقى رقم واحد، عمري يعني لازم العب تحت ضغوط طبعا في كل حال من الاحوال، ولازم اكون مركز، لازم اكون رقم واحد. او ما حصلش توفيق السنه اللي فاتت حصل خساره الدوري، لا لازم يرجع ان شاء الله، يرجع بيته باذن رب العالمين تاني، ويرجع الكاس تاني، وافريقيا نحافظ عليها تاني باذن رب العالمين. لازم ان شاء الله باذن نكسب كل البطولات باذن الله.